تهيب الدولة المصرية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها ضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيات لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم. كما تهيب بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة التوجه للإدارة العامة للجوازات لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء، حيث تم منحهم مهلة نهائية لاستخراجها تنتهي في 30 سبتمبر 2024، على أن يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات. وعقب انتهاء المهلة النهائية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.